بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحط واحد الفائدة في التسبيح لله الواحد القهار، لتحقيق الأمنيات، لشفاء من الأمراض، لشفاء من الوسواس، لشفاء من جميع الأهوال. سبحان الله، تسبيح رائع لعظمة الله الواحد القهار. ألتزم به وأكون بعيدة عن النحوسات وبعيدة عن الحاجة اللي غادي تغضب الرحمن، هي تسبيح لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل صلاة غادي نسبح بها 100 مرة، فوائدها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. تبعد النحوسات، تفتح باب الخيرات، ترزق البنيات الزواج، ترزق الرزق الوفير في البيت، وتذهب نحوسات ديال الشيطان. والناس اللي عندهم عوارض صالحة لهم هاد لا إله إلا الله محمد رسول الله لتحقيق الأمنيات. تنحاول أننا نحطو تسبيحات لعلاج الأمراض، هي باسم لا إله إلا الله تشافي من المرض. نحاول نلتزم بها العدد أي وقت بغيتي في الصلاة. إن شاء الله في الصلاة نبدأ كل مرة نصلي ونذكر الله بهذه الصيغة إن شاء الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنتمنى أن هذه الصيغة ديروها بحول الله وقوته وتنفعوا بها، وباسم لا إله إلا الله يعاونكم الله في كل طلب بغيتوه عند الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.